أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاثق إذا وقب، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك وفي بطنك قادر كريم. تفضلي يا ست غنيمة. شوف يا ناهد، أنا عايزاك تعتبريني أختك الكبيرة، بلاش تعتبريني ضرتك، اعتبريني أي حاجة تانية. اللي تتجوز هيبة ما تتضرش أبدا، حتى لو تجوز 100 عروسة. في الحقيقة أنا يعني مش عارفة أقولك إيه. أنت شايلة الأمل، شايلة ولدني، شايلة الحلم، شايلة الوريث، شايلة قلب هيبة. عشان كده عايزاكي تحافظي عليه، عشان خاطرنا كلنا وعشان خاطر هيبة. ما تنسيش انك حبلي، وما تتعبيش نفسك خالص، وخلي سرك جوه قلبك. انا عن نفسي يعني نايمة طول النهار على السرير، سيبك من شويتين اللي انا عاملاهم في نفسي دول، ده انا بس عشان مستنيه زمايلي اللي في المستشفى. هتصدقيني لو قلتلك يا ست غنيمة ان حتى ابو هيبة ما بشوفوش؟ ربنا يكون في عونه قادر يا كريم. اللي في بطنك ده يا ناهد يستاهل التعب، عشان كده حافظي عليه او حافظي على نفسك، اوعي تنسي اللي انا قلتهولك. فاهمه؟ فاهمه. ماما اصحابي جم عشان عايزين يباركولك. طب يا حبيبتي انا جايه، هسيبك بقى ونبقوا نتكلم وبعدين. لا تسيبيني ايه، والنبي اللي انت نازله معايا. يلا واحده واحده على نفسك بالراحه. قلت لك ايه؟ حاضر. يلا. شوف يا عطية، طالما انك انت مش حاسس انك في خطر وانك انت مش هتخرج من المولد بلا حمص، يبقى خلاص. بقول لك يا ام عطية، يعني لا مؤاخذة، يعني بلا حمص بلا ما حمصاش، انا عايزك كده تقعدي وتهدي وتطمني على الاخر. طالما امينة لسه ما حبلتش يبقى مفيش راحة يا عطية. سامع؟ سامع يا ام، سامع. هتحبل، اعتبريها حبلت خلاص، حبلت. سمعت حاجة؟ أيوة سمعت زغريد. أما روح أشوف بينوحوا على مين، إله ينوحوا عليه. استناني هنا. حاضر يا أم، أنا قاعدة. ألف مبروك يا ناهي. الله يبارك فيك يا سميحة. الله يبارك فيكم يا بنات، عقبالكم انتوا الاثنين. مين بقى دي؟ يا مرحب يا مرحب. انتوا زمايل ناهد؟ اه. اهلا وسهلا. اتفضلي يا خالتي اقعدي. على فكره انا مش خالت حد، لكن لو عايزه تريحيني قولي لي يا زوزو. طب اقعدي اقعدي يا زوزو. الجماعه اصحاب ناهد وجايين يباركولك. جبروت انت برضو يا غنيمه، قاعدة يا اختي كده وسط العروسة واصحابها. ده انا لو منك اقعد في المستشفى قلبي واجعني. ويجيني القلب ليه؟ لما ربنا الحمد لله الحمد لله يا رب مديني راجل، مديني حق تالت ومتلت. تزعلني؟ دمها علي نعمة يا رب. طيب الا قولي لي يا ناه، انتي من منصورة يا اختي ولا منين؟ انا من مني يا زوزو. احسن ناس، حلوين قوي كده ومدورين، بس زي ما تقولي كده فيهم العصبية. اللي قولي لي بقى يا سميحة، منورين يا جماعة. يا ألف أهلا وسهلا، مرحبا. الله يخليكي. أهلا بيكي يا حبيبتي، ربنا يتمم بخير. ألف بركة. مش تعرفينا بزمايلك الحلوين دول يا ناهد؟ النار النار في يدي يا كريمه. صباح يما. انا كريمه. النار في يدي يا صلاح. كريمه غرقتك زيت زيتون يما، كفايه عاد. محدش يتحرك من مطرحه.
اه هموت هموت يعني هموت هموت. اه كانهم ضيوف العروسه. هي البنت صفي اتجوزت؟ لا لسه. ايه كده كده يبقى حتتجوز الواد ماهر. طيب يما نبقوا نكملوا بعدين. ها حسبيني وتمشي وانا مصدعه. كريمه نقعدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا. دول زمايلي في المستشفى جايين عشان يباركوا لي. أهلا وسهلا. مشرف. مشرفين. منورين. بنورك. أنا رايح المكتب. خدني معاك يا أخوي. شكرين يا جماعة. شكرا شكرا. و قاعدة ليه يا ولية؟ ما تقومي تعالي معاي خلي البنات يقعدوا مع بعضيهم. يو ما تسيبيني يا اختي قاعدة معاهم شوية، عايزة اسألهم عن العذر. عذري عذري ايه يا وليه يا شايبه؟ شايبه مين يا عم؟ طب ده انا ما فيش شعره واحده بيت. ما تبصي كويس يا وليه. هتعيشي طول عمرك وتموتي كدابه. طيب يا اختي انا عايزه اسمع منك انت يا حلو، شكلك كده اشطر واحده فيه. اصلها بتتكسف. هو في نسوان بتتكسف اليومين دول ولا ايه؟ اصلا ما بتتكلمش خالص. الكسوف حلو بردك. طيب اسيبكوا بقى عشان تقعدوا براحتكم. عن اذنك يا ناهد. اتفضلي. خدي راحتك يا حلوه. الا بحق بقى، انت من ساعه ما جيتي ما نطقتيش كلمه واحده. انت مين؟ انا ما عنديش زمايل في المستشفى منقبات. أنا وليدي ناهد. نهارك اسمك! أنت بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ أنت مات! أنا قلت برضك كده، شكل أمك راجل، عرفتك من كلمة شكر. شكرا يا راجل. مرحوم يا راجل. مرحوم يا راجل. بره مين اللي عملكم دي حبايبي؟ يا مهيبة! الحق يا مهيبة! راجل يا مهيبة! اطلع يا بنتي واقفل الباب وراكي، عايزة امك في حاجة بيني وبينها. اطلعي يا دير. اطلعي اطلعي. اسمعي، هتحطي يدك على المصحف وهتحكي كل حاجة بصراحة. اقسم بالله العلي العظيم لو طلعتي كدابة في كلمة واحدة طارب وهبة عندي. ها؟ جاي هنا تعملي ايه؟ انا جاي اخد الزفت اللي انا باخده. مش هديكي، مش هديكي حاجه تاني، كفايه. انت كده هتموتي اوفر دوز. حرام عليك. خلود روحي تعالجي. تعالج؟ انا عندي اموت ولا ان ابويا يعرف ان انا مدمنه الزفت ده؟ مش هقدر ادورك اكتر من كده. أبوسيدك يا سامي، أبوسيدك ما تسيبنيش. طب انت بتعملي ايه؟
خير يا غنيمة، في حاجة؟ أنا بقول تاخد ناحد وتسكنها برا. مالها؟ ما ملهاش. ذكية منح لله، هي اللي ما عاوزاكش تخلف الواد، خايفة الواد يجش، خايفة على الورث. خلاص نمشوها تطلع من الفيلا وخلصنا. يا ريتو كان ينفع يا أخوي، حيقولوا منصور طرد أخوه. يعني أنتي جاية عشان ناهد مش عشانك يا غنيمة؟ لا عشان غنيمة ولا عشان ناهد، عشان الحلم، عشانك أنت يا منصور. لو قلت لك إن مش هتطمن على الواد إلا وناهد تحت عينيكي بتحيرني ليه بس يا أخوي؟ حاضر، يبقى لله الأمر من قبل ومن بعد. ولو حاولت الحية دي ترفع راسها أقسم بالله العلي العظيم لكون كسرها لك.